عزيزاتي المتتبعات، السلام عليكم. انا الشيف روز للطبخ والحلويات، نتمنى لكم نهار مبروك، ونتمنى كل اخوة والاخوات يكونوا بصحة جيدة. اليوم بحول الله جبت لكم تقسيم شهرية تاع مليون، او ميزانية تاع مليون و500، كيما راه تطلب فيها الاخت هذه اللي يسموها مرسلي. الاخت هذه راهي تطلب في هذا التقسيم، قالت لك للمطبخ فقط، يعني للمطبخ، قالت لك قسمي لي هذه 15000 دينار جزائري، اي مليون و500. ان شاء الله يا اختي راح نقسم لك وتستافدي كما الاخوه والاخوات اللي راني كاع قسمت ليهم، وراهم مرتاحين الحمد لله يا ربي. بصح شرط انك تمشي على طريقه الهرم. كي تمشي على طريقه الهرم ما يخصك والو، ما ديري ديون، ما تتسلفي، وزيد بزياده كما كتشوفي كاع الاخوات هنايا، توفري توفري يا ربي، وما غير القليل خير من ما كانش. ونتمنى الاخوات والاخوه يدعموني بالجيم، يشاركوا في القناه، بارطاجوا فيديوهاتي باش توصل اكبر عدد من الاخوه والاخوات، باش يزيدوا يستافدوا هما ثاني. انتم عندكم اجر، وانا هما يستافدوا وانا ثاني نستافد. وثالثا نتمنى من الاخوات كي نقولوا حنايا اللي نجحوا، يعني كيما راهم هي الاخوات ينجحوا، راهم يكتبوا لي كومونتير. اي حاجه تنجحي فيها اكتبي كومونتير حبيبتي، صدق عليك. اولا باش القناه تاعي شويه تمشي، والناس الاخرى اللي يدخلوا جدد للقناه يستافدوا. اذا كان عندهم نفس الاسئله كيما نتوما راحين يلقوا الجواب في هذه القناه المصداقيه. اليوم بحول الله كما كتشوفينا يا جبت للاخت هذه تقسيم تاع مليون ونص ميزانيه، قالت لك للمطبخ لشخصين هي والزوج، قالت لك ديري لي تقسيم تاع مليون و500 وفيها الانترنت 200000. ان شاء الله يا حبيبتي راح ندير لك، يا ربي وما توفري غير حاجه قليله افضل من ما كانش. شكون اللي بيعطيها لك 100000 ولا 200000 ولا 300000؟ انت شكون اللي بيعطيها لك؟ لو كان ما تعرفيش كي تخدمي راسك في الدار حبيبتي، والله ما تديها الراجل. وكون تقولي له مره تعطيني دور وجاوي خليك، لكن شو ما يخسر فيك ويقول لك اختي راني عاطيك دراهم المصروف. انت استغلي الفرصه، كوني يعني ذكيه، كوني عارفه كيفاش تمشي، كوني ساجيه، كوني مراه ونص، طبقي نفس التطبيق اللي كانوا مواتنا بكري يديروه. يا اختي والله انت نجحي وتوفري، ما يخصك والو، يعني غير كل توفريهم كل شهر ولا شهر، وفريهم ديريهم منقوش ولا ديريهم خاتم ولا اضعاف الايمان، وفريهم مثلا تبغي تشري كاش حاجه لبسها ولا تساوي روحك ولا، بعدا تلقي افضل من اللي تكوني غير تاكلي وقاعده وقالت لك هي اللي يجيبها النهار يديه الليل. استافدي يعني من هذا التقسيمات اللي راني نديرو، استافدي بحول الله. شوفي ديري هذيك مليون و500 تاعك، 15000 دينار جزائري، مليون و500، ديريها قدامك وقولي بسم الله وديري الهرم هذا هنايا، وان شاء الله ربي يرزقك الذريه يا ربي ويعمر حجرك كما قال اخوات. كاين واحد شي وقت هنايا راكم تشوفوا الكومونتير تاع هذه، جربت الطريقه تاع الشي حبيبتي ما شاء الله ربي يفتح عليها، وراهي بالحمل يعني. هاي وانا دارت الكومونتير يعني بوركوا لها وحمدوا لها، قول لها يا ربي ان شاء الله يسلكها على خير. دارت الطريقه تاع الشيح، قالت لك الحمد لله راني بالحمل. لكن تشوف الكومونتير تاعها يعني، ديروا انتم دائما ديروا النيه وتوكلوا على ربي كما كانوا مواتكم بكري، توكلي على ربي وديري، وان شاء الله ربي هو اللي يفتح يعني كل شيء بالاسباب يعني، والاعمال بالنيات. شوفي هنايا ديري 360000 مواد غذائيه. هنا انت كي تشري مثلا، تشري مثلا كي نقولوا حنايا تشري تاع الاواني، شري تاع الايطرو هذيك، تاع هذيك القرعه تاع ايزي سبرين هذيك تاع ايطرو ديال اعاده التدوير، تشد لك حبيبتي بالك انت حتى 13 كي غير انت والزوج، وشري تاع لا ماشين تاع 3 ايطرو ديال اعاده التدوير كذلك راح يشد لك حبيبتي. وشري لي الطماطم ديك العلب تاع الصغيره هذيك تاع 400 غرام كي نقولوا لها حنا بالدارجه تاعنا الجزائريين نقولوا رطل، ديري لها طريقه التجميد اختي راح تشد لك انت بالك شهرين راكي غير انت والزوج. زيدي هنايا شري شكاره تاع فارينه ب 70000 هنا حبيبتي، واللي عجني هنا تفضل انك تعجني انتيا كي نقولوا حنايا باش تصغر لي الدراهم هذيك. كي نقولوا حنا مره عجني مره دبري راسك، انا المهم انا نقول لك افضل من ضلي غير مجمعه، اصغر لي فرصه في العجين. العجين حبيبتي ثاني يعطيك الطاقه ويدير لك الكتاف ويشد لك الصدر وما يخصك والو، كيما مواتنا تاع بكري قال لي عندها 90 عام مازال شاده على روحها، باسكو كانوا يعجنوا كانوا ينوضوا كانوا يقضوا كانوا ماشي كيما تاع ضربه غير الانترنت والرقاد تجي الامراض. هنايا طبقي هذه الطريقه ان شاء الله تنجحي كيما الاخوات، وراح ندير لك الدراهم تاع الخبز ثاني. الوقت اللي تبغي تعجني عجني، الوقت اللي تبغي تشري شري، يعني شكاره تاع فارينه انت راح تشد لك وقت تخدمي منها ديري منها كل شيء. شري هذه الممتازه اللي راني نشريها انايا، هذه لا مارك اللي كتشوفي فيها هذه الممتازه ما شاء الله. زيدي ديري 100 بيت خزين، ديري دائما بيت الخزين، بيت الخزين حبيبتي يساعدك، راح توفريه على 8 شهور ولا 360 هذيك ما تشريها، تشري غير فارينه
مره في الثلاث اشهر ولا لا تشري فرينه. هنايا ديري كيما تشوفي الاخت هذه، هاي وانا دايرتها قالت لك 100000 فاش تجيب، هاي وانا ما شاء الله وقعت لها 5000. ديري كيفها هنا في جي ما تجيبيش كماليات، هنا حتى في مواد غذائيه ما يجيبوش كماليات باسكو يجيبوا غير الاساسيات في هذو الزوج، وان شاء الله راح تستافدي وتبدي توفري اكثر واكثر اذا كنتي ساجيه وتعرفي كيفاش تمشي. طبقي كيما راكي تشوفي الاخت هذه، هاي وانا الاخت هذه قالت لك عروسه جديده وكي تبعتني كانت ما عارفه كاع كي تمشي وكي تبعتني، هاي وين راهي تشكر يعني والحمد لله. ديري ثاني انت كيما هي، ديري حك راكي عاد عروسه جديده حبيبتي وطبقي الطريقه تاعي انا كيما طبقت هي، راح تنشي ثاني انت. ديري هنايا ديري 300 تفتح خضره، راكي غير انت وياه خضره هنايا كل 15 يوم صرفي 150000، راكي غير انت وياه ماشي بغا تعتمدي غير الخضره، راح ثاني راكي تخدمي لي بات، تخدمي الطعام، تخدمي مثلا كي نقولوا حنايا تخدمي في الدار ثاني كاش حاجه في الليل خفيفه، حاجه تي كتعرفي في النهار طياب وفي الليل دائما حاجه خفيفه للاخوات، وعلمي راجلك دائما طيابك انت باش في ما يتفرعنش عليك، ما يوليش يقول لك ما ناكلش دي وانا ناكل جدي، اللهم يعني نهار الاول عرفي كيفاش تمشي معاه باش يعني قالك ولدك علاه ربيتي علاه ربيتي وزوجك علاه ولفتي. هاي وينه شنو غير من الاحياء كما كتشوفي الاخت هذه تشري من اللي هارب لهذا، قالت لك يعني الحمد لله راكي غير انت والزوج وتعرفي كيفاش تمشي. قال اخوات راهم يديروا كيف كيف، رانا في ديارنا هاكاك، زيدي ديري 150 تاع الدجاج يعني غير انت وياها، تعرفي ديري لها التقطيع وتعرفي كيفاش تمشي. سيده في النهار طيب بذاك الدجاج، وفي الليل راه دايره ما ديري حاجه خفيفه كيما كاع الناس تاع دروك. ديري 30 تاع بيض، راكي غير انت والزوج ولا خاصك زيدي من بعد معليش. هنايا 30 تاع بيض، هنايا زيدي لا هنا 30000، ديري 30 تاع حليب، حليب ماشي بيض، هنا 30 تاع حليب راكي غير انت والزوج. كاين اللي بغى يشرب الحليب، كاين بزاف الازواج حبيبتي تقول انت يرضعوا يا صبحو يشربوا لك في الحليب تكون انت يرضعوا، بالك راه راجل زوجك راه من هذوك الناس انت المهم دائما وفري الحليب، تبغي تخدمي به كاش حاجه، تبغي دير به طعام، تبغي ما تحسيش سيده كاع واش تخدم به دائما يكون متوفر عندك، مشي تحي تشري كاع 30 في حبيبتي، شري غير كي نقولوا حنايا كنا بشري شوي كنا بشري شوي، كي يبغى لك وحده ولا زوج عاود يعطي للزوج يشري، ولا انت من الناس اللي يخرجوا اشري. هنايا زيدي هنا ديري 30000 تاع خبز يعني راكي تعجني، وتبغي تشري راكي تشري زوج تيبانات تويا يا حبيبتي توكلكم تفطركم كاع. زيدي ديري 30000 تاع بيض، هاي وينه ديري 30000 تاع بيض وشوفي، ها 30000 تاع بيض وشوفي حبيبتي. كي نقولوا حنايا البيض ما تحصيش على بالك، اللي تقول لك راه يدير 38000 على بالي 30000، بصح انت معليش انت شري على حسب 30000 راه يدير 38000، بصح انت شري على حسب 30000 وشوفي يعني نعطيك من التقسيم هذا وشوفي شحال راكي تستهلكي بيض كي نقولوا حنايا، وعرفي تمشي على حسب الشهر كيما كش تعتمدي غير عليه، تعتمدي عليه تعتمدي على الدجاج هذا، تعتمدي على الخضره وعلى المواد الغذائيه اللي تشريها منا يا حبيبتي رايحة ترتاحي. زيدي ديري 100000 تاع كماليات، كماليات هاو شي هاو الرجال تاع دروك شي يبغوا، يبغوا ليموناد، يبغوا حباطون، يبغوا ها ماذا ما يبغوا شي يبغوا، ولا كان يعني ما عجباش الحال قول اخويا زيد حك جيبك وهات الدراهم، انت هات الدراهم وانا نقلشك نشري لك كاع المقلشات اللي تحوس عليهم. قلتي لي 200000 تاع انترنت، انترنت حبيبتي هاي وانا هذه ثابته دائما 200000 انترنت انت والزوج ولا هاي وانا ثابته يعني انت 100 هو 100 كي نقولوا حنايا ثابته شهريا، هذه راه اجباري راه اجباري هذه كيما راكي تشوفي فيها هنايا. هاي وين حبيبتي الطريقه اللي راني نقول لك عليها هنايا، عندك المواد الغذائيه وشري فيها الفرينه تعجني افضل كيما وريتك، وكي ما هكا ما تبغيش تعجني ولا معليش هاي وانا من 30 فدي اعطيه يجيب لك زوج تيبانات تفطري به فيهم انت وياه وتعيشي مرتاحه. هنا هذه الفرينه تخدمي منها كل شيء، انا كي نشري هذه الممتازه راني نخدم منها كل شيء ما شاء الله افضل من ضلي نشري في دوك لي باكي هنايا، وكي نقولوا حنايا وغاليين ب 10000 الباكيه وما يشدوا لك كاع، وبيت الخزين ديري باش خاطر ما توليش تشري المواد الغذائيه تولي على 8 اشهر تستغلي هذا البيت الخزين، ومن بعد حبيبتي كي قرب يكمل ولا تعاودي تجدي. ها وانا كاع الاخوات راهم يديروا عاد غير انت والزوج يعني لازم تخدمي راسك باش تعرفي توفري على روحك. الحليب كيما وريتك انا درت لك كاع 30000، بصح انتيا راكي تعرفي كيفاش تمشي
يعني الا شتي الشهر صاي بدا يكمل ومازال عندك الحليب وكي نقول حنا وماك شويه تزيدي هذوك الدراهم تاعها خزنيهم انت بجهه. اذا كان الزوج تاعك من الناس اللي يتفاهموا وريه بيت الخزين شتي شاقور مسمار وكي نقولوا حنايا كيما قالت لك بزاف الاخوات يعني الراجل مسمار ومشحاح ما توريه ديري انت البيت الخزين مصلحتك انتيا انتيا باش تقدر توفري كي تعطيك المواد الغذائيه انت ديك الدراهم تخزنيها وتجبدي تصرفي غير من بيت الخزين. علاه يا حبيبتي الدراهم تسحقيها توفريها لعمرك. رجال بزاف رجال ما يبغوش يعطوا الدراهم للنساء كي تقول لها اعطيني ولا اختي انا راني عاطيك دراهم المصروف. خلي على هو على دراهم المصروف انت ربي هو اللي يغنيك من هذا من هذا الدراهم المصروف انت ربي هو اللي يغنيك كي تكوني تعرفي تخدمي راسك كيما مواتنا بكري بحول الله. تمشي بهذه الطريقه حبيبتي راح تعيشي مرتاحه ما شاء الله ما شاء الله ما يخصك والو. عندك كل المصاريف هذه عندك مليون و300 الف مليون و300 الف ها هي وين مصاريف كاع ويبقى لك 200 الف ها هي وين 200 الف حبيبتي وفريها لعمرك وفريها شهرين عندك 400 الف ثلاث اشهر عندك 600 الف تشكري بيعطيك 200 الف حبيبتي بتلقيها برا. الزوج كنت تقولي له اعطيني 200 الف برا تيشنف عليك دور كاع من هي قلت لك ويقول لك انا اعطيك درهم مصروف. انت استغلي الفرصه هنايا والخضره ثاني جيبي غير كيما تاكلي انت ولا مثلا جيبي البطاطا ديري 3 كيلو مثلا بصاد جيبي زوج كيلو مثلا كيما الزروديه وهذوك الصوالح جيبي غير طل طل يعني غير شويه تعرفي كي تمشي ماشي راح تعيشي غير بالخضره ولا بالمواد الغذائيه راح هذوك تستغليهم حبيبتي تستغليهم وتعيشي بهم شهر كامل. اذا كان عندك الراس وتعرفي كي تميزي طبقي هذه الطريقه كيما طبقتها الاخت شي الاخت كي طبقتها راهي عايشه مرتاحه ياك انت غير شويه استغلي الفرصه هذا ما كان لماذا غاليتي الفرصه وانت عاد وحدك انت وياه ومن يجوا كل الذراري شبي ديري هذا هي كيما عجبهاش الحال في الكماليات هي قولي لها عيني حك جايبه كي تجي جاي جيب لنا ديك الحاجه معاك كي تجي جاي جيب لنا ديك الحاجه معاك ديري لها كيما هكا هذا ما كان كيما نسق لي كاع يديروا كي خصها لا تقلاش ولا جيبها معاك كي تجي جاي من الخدمه خليه هو يجيب على بال الراجل لا يتوهم كي يشوف الصوالح تاع المقلشات في الزنقه في الاسواق حبيبتي راه وحده يجيبها ديري لها هذه الطريقه ها هي وينه مع بيت الخزين نوعي كيما وريتك رايحه تستافدي بحول الله يا الاخت اللي يسموك مرسلي ها هي وينه طريقه ما شاء الله رايحه تساعدك تصرفي غير مليون و300 و200 في شهرين وفريها لروحها قلت لك اذا كان متفاهم وريه بيت الخزين وال200 ما توريهالاش هذه ما توريهالاش كاع الى الابد بغا متفاهم ولا ماشي متفاهم مي بيت الخزين اذا شتيه متفاهم لك راكي عشرته وتعرفيه اذا شتيه متفاهم وريها له كيش تي حبيبتي مسمار ومش حاكي ما وحده الشغل قالت لك وريتها بيت الخزين قال لي اختي دي دراهمي راكي تخزني فيها اللهم ديري كيما وريتك 200 الف هذه اللي توفريها شهريا ما توريهالاش كاع مي هذه بيت الخزين اللي قلت لك اذا ما تفهم وريه مسمار وعقرة في جيبه ما توريهالاش هذا مكان من على 8 اشهر حبيبتي تولي ما تشريش كاع 360 الف تولي تشري كي نقولوا حنا غير حاجه قليله كون يقول لك فرينا على بال تشري كاع شكاره تاع 25 كيلو قول لها انا بون عجنو انا بون نديرو كاش حاجه فطيره انا بون نديرو صوالح تاع الدار اخر مرات ما تكونش حتى هنايا ما كاش اللي يشري الخبز عرفي كي تسايسي الراجل باش ديري في يدك باسكو على بالي يقول لك فرينا تقع غير انا وياك نشرو ديري كيما نوريتك باش تقدري تستغلي الفرصه انتيا كي نقولوا حنايا وتعرفي توفري على روحك هذه افضل طريقه تقسمي بها حبيبتي مليون و500 وتعيشي مرتاحه ومن الشهر الاول كي تكملي الشهر رجعي لي الخبر كما قال الاخوات وان شاء الله ربي يعمر حجرك وتتوفقي باذن الله.